ايطاليا، حقق السوبر الايطالي، حقق كاس بطولة اوروبا مع ميلان، كذلك حقق الدوري والكاس وفاز مع الميلان بالتشامبيونز ليج. يعني فرناندو دي نابولي اسطورة كبيرة جدا جدا، يسعدنا ويشرفنا انه قبل دعوته هنا في قناة النادي الاهلي. بنرحب بيك ناندو في قناة النادي الاهلي. شكرا لكم وشكرا لقناة النادي الأهلي، وتقبلت الدعوة بصدر رحب، وشكرا لك على المقدمة الرائعة التي قلتها وتحدثت عنها. شكرا لكم، أنا سعيد بتواجد اليوم معكم. بنرحب بيك مرة تانية، ويمكن بنتكلم عن مباراة أكيد تابعت المباراة، كانت طبعا مباراة المنتخب الإيطالي ومنتخب أسبانيا. في وجهة نظرك الفنية أسباب خسارة المنتخب الإيطالي امبارح إيه؟ في حقيقة الأمر يجب أن نتحدث عن روعة المباراة. المباراة بالأمس كانت مباراة رائعة، بغض النظر عن أن منتخب بلادي قد خسر المباراة على أرض سان سيرو، لكن إيطاليا فقدت شيء من هيبتها بالأمس، والسبب كان روبرتو مانشيني، لكن إسبانيا التي رأيناها بالأمس كان منتخب كبير جدا. يعني هو شايف ان سبب الهزيمة روبرتو مانشيني، رغم ان روبرتو مانشيني خلال 37 مباراة بدون هزيمة، ريكورد كبير جدا للكرة الإيطالية، هو شايف ما الأخطاء، يعني ايه الأخطاء اللي وقع فيها مانشيني امبارح تسببت في هزيمة المنتخب؟ ما ايروري نون ديري ايروري solo che è stato lui. روبرتو مانشيني قام بأداء عظيم جدا مع إيطاليا في البطولة الأوروبية، ولكن بالأمس لم يكن موفق روبرتو مانشيني في بعض اختيارات المباراة، كبدء بباستوني في الدفاع ولقاء على جورجيو كليني، لكن إيطاليا قدمت مباراة جيد، لكن أسبانيا كانت أفضل ولويس إنريكي كان أفضل من مانشيني في قيادة المباراة. هل يعتقد كمان على مستوى الاختيارات لهذه المباراة ان المنتخب الايطالي ما كانش عنده يعني تارجت سترايكر، استبعاد طبعا يعني بعض الاسماء كان ليها تأثير سلبي من خلال المباراة على شكل الاداء الفني للمنتخب الايطالي، وخاصة على مستوى الهجوم اللي كان اكتر من رائع في امم 2020 وظهر بمستوى اكتر من رائع؟ هذا التجانس في الخط الامامي ما شفناهوش امبارح امام المنتخب الاسباني. أشياء هامة جدا حدثت، وكان أكثر من سيناريو بأمس المباراة. روبرتو مانشيني لم يرتكب العديد من الأخطاء، الخطأ الوحيد له قد لم يبدأ بكليني كأساسي بدلا من باستوني، لكن الشيء الصعب هو الذي فعله ليوناردو بونيتشي بتلقيه البطاقة الحمراء، لاعب دولي ولاعب خبرة، الكوع الذي جعله خارج المباراة، لكن روبرتو مانشيني قدم أداء جيد وحاول إعادة المباراة مرة أخرى. كيليني كان حالته البدنية ليست 100%، ولهذا أبقى عليه في الاحتياطي. ما فيش شك طبعا أنه بيظهر بهذا الأداء حتى والعودة إلى حد ما للمباراة بعد الهزيمة 2-0، ده شيء يحسب للفريق، لكن خلينا نتكلم على خارج نطاق الفريق، الجماهير، هل ترى ان كان ليس من الافضل لعب هذه المباراه على سان سيرو ملعب الميلان، وخاصه ان دوناروما كان ليه استقبال عنيف جدا من جماهير اللي كانت موجوده طبعا نتيجه ان يعني رحيله من الميلان الى البي اس جي، كان ليها اجواء سلبيه من خلال طبعا صفافير، من خلال مهاجمه دوناروما من خلال المباراه؟ أنت على حق، لكن أقول لك شيء مهم جدا، أن دوناروما أخطأ بالرحيل عن ميلان. نعلم أن هذا هو عالم الاحتراف، لكن جمهور الميلان كان يعشق دوناروما، ودوناروما كان بالنسبة لهم الملهم، وهم من أخرجوه للأضواء، ولهذا السفرات الاستيجان كانت كثيرة وكثيرة جدا. أيضا هناك لافتات وضعت أمام ملعب سان سيرو تسيء لدوناروما، وهذا ما أثر على مستوى دوناروما. لكن أنا لعبت في الميلان، وأنت لا تعلم كورفا سود ميلانو وجماهير الميلان عندما يغضبون على أحد لا يستطيع اللعب. هو ذهب من أجل المال، ولهذا صفرات الاستجان كانت كثيرة وأثر بالسلب على مستوى دوناروما بالأمس في ملعب سان سيرو. لكن دوناروما
أخطأ بالرحيل عن ميلان. ده كان طيب، ده على مستوى المنتخب، على مستوى السيريا، على منتخب، على مستوى الدوري الإيطالي. وزي ما احنا عارفين هو كان طبعا أسطورة في نابولي وأسطورة في الميلان. عايز اخد رايه في الانطلاقه الرائعه لنابولي السنه دي. يمكن نابولي 7 مباريات 21 نقطه، العلامه الكامله. يمكن هو الفريق الوحيد في اوروبا على مستويات التوب 5 ليجز، المستويات بطولات الدوريات الاوروبيه، الفريق الوحيد اللي عنده العلامه الكامله. شايف ازاي انطلاقه نابولي السنه دي في الدوري الايطالي؟ نابولي يقدم أداء رائع، أنا سعيد جدا بكل ما يقدمه لوشيانو سباليتي مع نابولي. سباليتي مدرب لديه خبرة عظيمة، كان مع روما وكان مع إمبولي، والآن يدرب نابولي ولديه الخبرة الكبيرة لقيادة سفينة نابولي بالفوز بالبطولة هذا العام. أتمنى نابولي، أنت لا تعلم الأمور في نابولي كما هي ساخنة، والجميع يريد الفوز بسكوديتو. عندما يفوز نابولي بمباراة يكون عيد، ما بالك إذا فاز نابولي بسكوديتو. سكوديتو غائب عن نابولي منذ 90 من أيام نابولي، لكن فوز سباليتي وفوز نابولي الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة، هذه نقطة إيجابية تحسب لسباليتي ولفريق البارتينوباي. أكيد سباليتي عامل شغل أكثر من رائع. ونيجي على مستوى طموحات، أكيد طموحات طبعا كل الجماهير نابولي هي الحصول على سيريا، لكن أمام منافسين، أعتقد منافسين قوي جدا. بنتكلم على الميلان، بنتكلم على اليوفنتوس رغم التعثر في بداية لكن راجع بقوة، بنتكلم كمان على روما ووجود مورينيو. شايف التنافس ازاي السنة دي ما بين 4 5 فرق للحصول أو للفوز بالدوري الإيطالي؟ من وجهة نظري، وأنا عاشق لنابولي، لكن هناك دائما قائمة تسمى قائمة المفضلات كما في الطعام. والسكوديتو صعب جدا بالنسبة لنابولي رغم الانطلاقة القوية. اليوفي بدأ أن يعود، والجميع يجب أن يخشى اليوفي عندما يعود اليوفي. والميلان يقدم أداء رائع وجيد، لاتسيو أيضا في المنافسة، وروما لا تستطيع أن تستبعدها، والإنتر يقدم مع مانشيني رائع. النابولي ممكن لن يفوز بالدوري هذا العام، لكن على مستوى الطموحات أكيد نابولي أكيد طموحاته أنه يرجع تاني للأجواء الأوروبية، يلعب الشامبيونز ليج، يلعب حتى على مستوى الدوري الأوروبي. طموحات نابولي السنة دي ممكن يوصل ليها إزاي؟ وعلى الجانب الآخر زي ما أنت قلت، يمكن اليوفنتوس بداية غير قوية، لكن الخوف منه الكرة الإيطالية بشكل عام، شايفها إزاي بعد اليورو 2020؟ أنت تحدثت كثير عن الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا، دوري أبطال أوروبا. إذا سألت كل طفل وكل ملهم وكل عاشق في نابولي، هم يعشقون الدوري. لسكوديتو، مارادونا من حببهم في ذلك، ومارادونا من جعلهم يعشقون كلمة سكوديتو. لكن الحلم الذي يراود كل جماهير نابولي هو الفوز في بطولة السكوديتو، لكنهم لأن نابولي أذكياء يعرفون صعوبة أوروبا. صحيح طبعا، وعلى مستوى زي ما جبت سيره مارادونا، اكيد كمان على مستوى اليورو 2020 كان في فرحه كبيره جدا لجماهير وعشاق الكره في ايطاليا وشعب ايطاليا بالكامل. هو شايف مين من المواهب الصاعده؟ كنا بنتكلم من شويه على جافي، طبعا موهبه اسبانيا. هو شايف مين من المواهب الايطاليه اللي تكون حتى طريقه لعبه زي طريقه لعبه؟ هو كان من افضل صناع اللعب على مستوى الدوري الايطالي في زمن العمالقه. شايف مين من المواهب اللي ممكن في الوقت القليل تساعد الكره الايطاليه للفوز بكاس العالم؟ مارادونا صعب تكراره، موهبه وجوهره عظيمه جدا. لا، ما فيش حد يقارن بمارادونا. فرناندو دي نابولي يستطيع تعويضه اكثر من لاعب، لكن اللاعب الذي يعجبني كثيرا لاعب الانتر وسط الميدان، نيكولو باريلا لاعب قوي جدا ويشبه لعب فرناندو دي نابولي. لكن اذا تحدثت عن مارادونا ظاهرة عظيمة، جوهرة كانت في حياته وما زال نتذكره حتى في مماته.
مارادونا لن يعوض. لا تقول لي كريستيانو ولا تقول لي ميسي، لا أحد يستطيع تعويض مارادونا. كان يقود نابولي بمفرده وكان يقود الأرجنتين بمفرده، لكن اللاعبون هذه الأيام يتلقون المساعدة، لكن مارادونا كان يساعد نفسه بنفسه، كان يساعد الفريق لوحده. تعلمت معه الكثير وقودنا نابولي لسفينة العظماء. أكيد مارادونا طبعا في حتة تانية خالص. وطالما جبت سيرة كريستيانو، عايزين كمان نعرف رأيه في نجوم العالم بالنسبة له. فرناندو دي نابولي، مين حاليا أفضل لاعب في العالم بالنسبة له؟ ميسي. ميسي adesso per me ميسي الان ميسي completo più completo di ميسي no رونالدو قد يكون اكثر اكتمالا واكثر بدنيا وعلى المستوى الاكتمال البدني والاهداف، لكن ميسي مختلف. وانا اعشق نيمار، نيمار طريقه لعبه تعجب فرناندو دي نابولي. لكن اعود دعني اتحدث. ميسي 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 لن يعوض في كره القدم مثل مارادونا. ميسي الافضل في العالم. صحيح، يمكن يعني انا ليا كمان راي ويمكن اعرضه عليه. انا في اعتقادي الشخصي ان كمان اكيد ميسي بيعمل يعني هو تاريخ كبير جدا جدا ومن افضل لعيبه على مستوى التاريخ في العالم. لكن ايه رايه كمان في محمد صلاح اللي يمكن كتير من النقاد والخبراء قالوا ان محمد صلاح يمكن مش متواجد في البالندور احسن لاعب في العالم في هذه النسخه، لكن يعد من افضل اللاعبين على مستوى العالم في الوقت الحالي. شايف ازاي صلاح وتالقه مع ليفربول؟ صلاح حلم لجميع الأندية الأوروبية واللاعب العالمية. لاعب بسيط، لاعب داخل وخارج الملعب يحلم به كل إدارات الأندية. صلاح رأيته مع فيورنتينا ورأيته مع روما، تهانينا للمصريين. روما قام بتطوير صلاح كثير جدا، والآن يعمل أشياء كثيرة في ليفربول. وأنا متأسف أن صلاح ترك إيطاليا. إيه الفروقات اللي يمكن شافها؟ هو طبعا تابع صلاح وهو موجود في إيطاليا في روما، وتابعه أكيد من خلال طبعا وجوده في ليفربول. إيه اللي شافه الفروقات، التطور الكبير اللي حصل في مستوى محمد صلاح ما بين وجوده في روما ووصولا لما يقدمه الآن مع ليفربول؟ ma forse a Roma era più in pressione, era più pressato. A Roma كان يلعب تحت ضغوطات الكورفا السود، وكان يلعب تحت ضغوطات جماهير روما، وكان يقدم أداء. لا أقول ضغوطات كان لا يقدم، لا، كان يقدم أداء رائع. لكن الشعب الإيطالي أكثر حماسا وشغفا في الكرة أكثر من الإنجليز. الأمور في إنجلترا أمور هادئة. أنت أيضا ترى المدرجات الأنفيلد، وكنت ترى مدرجات الأوليمبيكو. الأوليمبيك دائما تشجيع، والغلطة هناك بحساب. لكن في ليفربول يلعب بمتعة، يلعب باستمتاع، يقدم أداء، ليست عليه الضغوطات. كتب اسمه بحروف من ذهب، ولديه الرصيد الكبير الذي يجعله يقدم أداء رائع. صلاح في ليفربول يقدم أشياء لن تحدث كثيرا في كرة القدم. ناندو دي نابولي، أسطورة نابولي وأسطورة الميلان، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون لقاءات كثيرة.